دفتر أحوال هو بالأساس بيشتغل على إمداد قواعد البيانات بشكل عام وإتاحتها لكل الفئات المستهدفة، سواء كان المجتمع المدني أو الجمهور بشكل عام أو صناع قرار فيما يتعلق بالمرأة أو بالقضايا الفئوية أو الفئات المجتمعية بشكل عام. إحنا عندنا برنامج في دفتر أحوال اسمه فئات مجتمعية، بيشتغل على إنتاج قواعد بيانات متصلة بكل القضايا الخاصة بالنساء والمرأة والطفل وكل الفئات المجتمعية بشكل عام. هو إحنا بنفتقر للبيانات بشكل عام مش البيانات الدقيقة، هو إحنا في المجتمع المصري حتى ولو في الشرق الأوسط كله بشكل عام عندنا فقر للبيانات أو فقر وعدم إمكانية للوصول إليها، وده اللي إحنا بنشتغل عليه في دفتر، إنه إحنا بنحاول نخلق أو نصنع الرواية البديلة للرواية الدولة. ده اللي إحنا بنعمله، لانه اي حد بيحاول يوصل لاي داتا خاصه، يعني ممكن تبقى خاصه بالقضايا الحساسه زي قضايا المراه بشكل عام بيكون صعب الوصول اليها، وده اللي احنا بنشتغل عليه في دفتر عموما بشكل عام، ان احنا بنصنع قواعد البيانات وبنبني هرم من المعلومات المتصل بالقضايا الاجتماعيه وبنتيحه لكل الفئات المستهدفه بشكل عام كاوبن داتا مش كماده مقفوله مغلقه بيكون صعب حتى التعامل معاها. احنا بنعتمد في شغلنا على منهجيات اكاديميه من اول ما بدانا الشغل في دفتر، واحنا بنعتمد على المنهجيات دي، وهي ان احنا بنعتمد على رصد المعلومات من اكتر من مصدر علشان نتحقق من مصداقيتها، وبنقيم محتواها بشكل عام بناء على اساسيات ومنهجيات اكاديميه. بنحاول ان احنا نجرب في الداتا باساليب عده زي التجريف الالكتروني، ودي اكيد اسهل وسيله بالنسبه لنا عشان نقدر نوصل للمعلومات، وبنعتمد عليكم انتوا كصحفيين من خلال بقى التقارير اللي بتنشروها ونقل الاحداث من موقعها لينا احنا عن طريق منصاتكم الصحفيه او عن طريق السوشيال ميديا او الفيسبوك. عندنا ادوات كتيره ممكن نجرب بيها البيانات الكترونيا وتقنيه كمان، بنقدر نوصل بيها لادق المعلومات من زوايا متعدده. ده اللي احنا بنقدر نعمله في دفتر احوال عشان نقدر نبني الهرم المعلوماتي اللي بيظهر للناس في الاخر. لما بنحاول نوصل للمعلومات نفسها زي مثلا ما احنا بنجمع على سبيل المثال في مرصد التحرش مثلا اللي اصدرناه في دفتر احوال، احنا بنحاول نكيف زاويه الرصد بتاعتنا على اساس ان احنا نقدر نجمع الداتا بشكل اقرب للواقع بحيث انها النتيجه بتاعتها تكون اقرب للواقع، و بتقابلنا اشكاليات كتير. احنا بنقدرش نوصل لمحاضر، يعني احنا بنكيف زاويه الرصد مثلا، كيفنا زاويه الرصد في مرصد التحرش ان احنا بنرصد وقائع القبض على خلفيه التحرش ما بنرصدش الواقعه نفسها. فانا لما اجي اجمع الوقائع دي من اقسام الشرطه او من نصوص المحاكم او الاحكام اللي اصدرت في المحاكم بيكون صعب الوصول اليها، طبعا في بيروقراطيه شديده في الوصول للداتا دي عشان اقدر اجمعها، وبحتاج ان انا اخد تصاريح كتيره عشان حتى انزل على الارض واجمع الوقائع نفسها، فبضطر ان انا ارجع للارشيف الصحفي. بتواجهني اشكاليات كتير في طبيعه او طريقه السرد الصحفي نفسها، بتواجهني اشكاليات كتير في تفكيك محتوى الخبر نفسه، ولكن مع الخبره خبره السنين اللي احنا عشنا فيها مع الداتا بنقدر ان احنا نستنتج ونفترض المعلومات دي وفقا لزاويه الرصد اللي احنا بنقوله. ابرز اشكاليه انها قضايا حساسه، بيكون صعب حتى النشر عنها، بيكون صعب انه الضحايا او اهالي الضحايا نفسهم اللي هم اصلا في الغالب بيكونوا شركاء او مشتركين في الجريمه نفسها، بيبقى صعب ان احنا نقدر نرصد رواياتهم عن طريق رصدكم الصحفي. بنحاول نرصد الانماط اللي انتوا رصدتوها ونفككها بشكل اكاديمي بناء على منهجيات اكاديميه، ولكن هي الاشكاليه الاساسيه بالنسبه لنا هي انه القضيه كانت قضيه حساسه جدا، زوايا الوقائع نفسها ما بتبقاش مرصوده بشكل كامل ومتكامل، فبنضطر نلجا لاليه او لخطوه منهجيه اكاديميه وهي الاستنتاج والفرضيه عشان نقدر نفترض او نستنتج المعلومات بنسبه دقه بتكون اقل من الحقيقه، ولكن هي بتكون اقرب للواقع. الناس بطلت تتكلم عنه، بس هو الكيرف بتاع التحرش نفسه لم يهبط، يعني واحنا لسه الستات بتعاني من التحرش في كل الاماكن، في اماكن العمل، في الشارع، حتى في البيت من اهاليهم من قرايبهم بيعانوا من التحرش. احنا رصدنا في مرصد التحرش كان بيرصد الوقائع دي في من 2015 ل 2019 تقريبا، رصدنا فوق ال 4000 وقعه،
اعتمدنا فيها على الرصد الإلكتروني برضو والسوشيال ميديا سواء كان تويتر أو فيسبوك. برضو الإشكالية اللي بتعاني منها اللي بنعاني منها وإحنا بنرصد أي قضايا متصلة بالنساء وهي قضايا حساسة بيكون صعب الوصول إليها. يعني فضلنا إن إحنا زي ما قلت لك إن إحنا نكيف زاوية الرصد بتاعتنا. إحنا لو حطينا إطار الرصد بتاعنا وإطار التجريف بتاعنا هي أي وقعة تحرش بتحصل في أي مكان إحنا مش هنقدر نوصل لعدد أقرب للواقع. ولكن لأنه مش كل الستات بتروح تشتكي في أي مؤسسة سواء كانت تشتكي في اسم الشرطة أو بتشتكي في لمدير العمل بتاعها أو بتشتكي في المؤسسة بتاعت مش كل الستات بتبادر بأنها تعمل ده. وإن كان في الفترة الأخيرة ده بدأ يحصل بشكل متزايد. فاللي احنا عملناه ان احنا بدأنا نكيف في زاوية الرصد بتاعتنا وهي ان احنا نرصد كل وقائع القبض على خلفية التحرش اللي تم رصدها صحفيا في الأرشيف الصحفي في مصر في كل محافظات مصر. فاعتمدنا فيها على ان احنا بنرصد الوقائع دي من اكتر من مصدر. اعتمدنا على مصادر كتيرة زي اليوم السابع والوطن والمصري اليوم والأهرام وهكذا يعني. وبدأنا ان احنا نفكك كل الاخبار اللي احنا بنقابلها او بنواجهها على الارشيف الصحفي ونبدأ نسكن المعلومات اللي احنا فككناها دي في فاليبلز في متغيرات جوه قاعدة البيانات بتاعتنا عشان نقدر نبني الهرم المعلوماتي بتاعنا. طلعنا تقريبا او قدرنا نوصل لاكثر من 4000 واقعة تقريبا. تجربتنا للمعلومات مش بيعتمد بس على ان احنا بنجرف اي تقرير صحفي منقول عن محضر في اسم شرطة. احنا زي ما انا قلت لك في الاول ان احنا بندور على المعلومة. يعني انا لقيت وقعة انتحار لستة مثلا بدور على الواقعة دي في اكتر من مصدر حتى لو كان تقرير في مقابلة معمولة صحفي نزل عمل مقابلة مع اهل الست دي او اهل البنت اللي انتحرت دي. ببدأ استشف من الخبر وبستنتج من السرد اللي مكتوب قدامي هل هي فعلا وقعة انتحار او هل هي وقعة قتل بدافع الشرف. وده اللي احنا قدرنا نميزه في التقريرين ما بين الانتحار وما بين القتل بدافع الشرف. يعني انا اصلا في البداية في الاساس من خلال عملي في المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ما قبل 2016 كنت بشتغل عمل ميداني او كنت بشتغل على ابحاث الميدانية اللي ليها علاقة بالعمران بشكل عام. يعني كان في مساحة لينا مفتوحة ان احنا ننزل نعمل ابحاث ميدانية ونقابل مبحوثين ونقابل اصحاب القضية نفسهم. دلوقتي المجال اصبح مقفول واصبح يعني علشان انزل الشارع اعمل لقاء او اعمل بحث مع عينة بحثية محتاجة تصريح من جهات كتيرة جدا سواء كانت وزارة الداخلية او الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وده بيحتاج وقت طويل جدا عشان نقدر نحصل على التصريح والأوراق دي. نفسنا يكون عندنا شغل ميداني على الأرض لأنه في قضايا كتير بالذات في المحافظات الحدودية خلينا نقول بلاش أقول المهمشة خلينا أقول الحدودية زي قرى السعيد والأقصر وأسوان ويعني كل المحافظات الحدودية بشكل عام بتعاني من فقر في تغطية ورصد القضايا اللي بيعانوا منها عموما بشكل عام. وكمان احنا حتى في معظم تقاريرنا بنلاقي حتى في الارقام اللي ليها علاقه بالمسار الجغرافي بنلاقي فيها الارقام بتقل جدا وده مش هو الواقع. يعني احنا حتى بنكتب ده في تقاريرنا انه مش دي الارقام اللي بتحصل على ارض الواقع ولكن في فقر في التغطيه الصحفيه في المناطق الحدوديه في مصر سواء كان في الصعيد او في شمال وجنوب سيناء وهكذا. وبالاخص في القضايا بقى الحساسه المتعلقه بالستات اللي هو اصلا بيكون صعب ان الست تطلع تتكلم ما بيكونش عندها النساء مساحه الامان انها تطلع تتكلم عن عنف تعرضت له تحرش اغتصاب. حتى في قضايا الميراث اللي احنا رصدنا يعني شغالين عليها دلوقتي في دفتر عموم بشكل خاص قضايا الميراث في الصعيد الارث الميراث المراه او الست في الصعيد القضايا دي حتى مش موجودة في المحاكم. يعني الست ما بتوصلش شكواها للمحكمة ما بتقدرش حتى تتكلم عنها مع جيرانها أو مع أصحابها لأن هم هناك عندهم عرف ليهم خاص بيهم بيطبقوه. فده اللي احنا بنعاني منه حقيقي.
انه المناطق الحدوديه وبالاخص مدن الصعيد بشكل عام نفسنا ننزل نعمل فيها ابحاث ميدانيه، نفسنا ننزل نقرب من الناس بشكل مباشر، يعني ناخد المعلومه من صاحبها، ما يبقاش في كذا وسيط بينقل المعلومه، وخاصه انه مش كل اللي بيتقال او مش كل اللي بيتقال في، يعني انا كصحفيه لو نزلت عملت حوار هنشره في الجريده بتاعتي ممكن ما يكونش ده مساحه امنه قوي للست، على قد ما هيتعمل في بحث نخفي فيه هويتها بشكل عام. فنفسنا ننزل نعمل شغل ميداني، بس الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. احنا عموما بنتيح الداتا لكل الناس، لكل يعني الويب سايت او منصاتنا سواء كانت السوشيال ميديا او الالكترونيه، موقع دفتر احوال بنتيح عليه الداتا لكل، يعني اي حد ممكن يقدر يخش يداونلود كل الملفات، كل قواعد البيانات اللي ممكن يعتمد عليها في ابحاثه. التشبيك، بخصوص التشبيك بقى مع مؤسسه المجتمع المدني، مؤخرا كان عندنا مؤتمر كان لينا حضور فيه مع مؤسسه التدوين، وكنا بنتكلم فيه او بنستعرض فيه اخر الاحصائيات والارقام اللي توصلنا اليها في مرصد الاعتداءات الجنسيه. واعتقد المؤتمر كان معظم الحضور كانوا فيه من مؤسسات نسويه وداعمه لحقوق النساء بشكل عام في مصر، فبنحاول بشكل واسع ان احنا نكون موجودين في كل المساحات اللي ممكن نقدر ندعم بيها من خلال دورنا في انتاج قواعد البيانات.